الصحة أهم شيء بالدنيا، بنسعى بكل قوتنا أنه نحافظ على صحة جيدة لنقدر نتابع ونستمر، شو لكن إذا كانت هالصحة مزودة بتعقيم، تعقيم كل شيء بناخده، كل شيء بفوت على جسمنا، وكل شيء نحن قاعدين حوله وضمنه وعبره، تعقيم المنازل، تعقيم الحيطان، وصولا لتعقيم الخضرة، تعقيم الفواكه، تعقيم اللحوم وما أدراك بذلك، نحن اليوم أمام قصة كثير كبيرة بتخلينا نعيش حياة سليمة، بجسم سليم وعقل سليم. بصرني رحب باستاذ جوزيف منصور صاحب شركه لايف، الشركه اللبنانيه الاستثماريه للبيئه. اهلا وسهلا فيك استاذ جوزيف. صباح النور، كيف الحال؟ مدام سحر، انا يعني ممنونك على الاستضافه، وبهمني اعرف اهل بيروت واهل لبنان على الاصناف المهمه بهالاوضاع، البيئه والكورونا والكورورا هالاشياء كلها. عندنا برودكت، نحن شركتنا شركة اللايف 1993، كنا نحن أصنافنا كلها صناعية، كنا تيجي البضاعة من كندا. نعم. وعندنا شركة الأم من كندا، شركة اللايف، نتعاون نحن وياها ب 55 صنف، وهالأصناف تيجي أهم شيء للبيئة، وإذا حطيتيها بالمي ما بتأذي المي، ما بتأذي العالم اللي عم تشتغل فيها، ولا إيديهم ولا الرواية تبعولهم. مسيو جوزيف، أول شيء خلينا يعني عرفنا على عائلة الفيتاب، وقبل ليه هيدا الاسم بالتحديد؟ ليه اسمها فيتاب؟ فيتاب هي البرودكت الأساس الأم، اسمه كوات 774. و774 الكوات شركة الأم، صار لنا 30 سنة 35 سنة عم نبيعه للمستشفيات، للأوتيلات، للمعامل أجبان وقلبان، معامل الدجاج للتعقيم، يقتل السالمونيلا، يقتل بكتيريا المن للخضرة، يقتل بكتيريا الإيكولي. هيدا البرودكت يعني اشتغلنا فيه مدة طويلة. لما صارت أجة الكورونا 2019 وخربت الدنيا، طلبنا إذن من شركة الأم أنه ننزلوا على السوق للمستهلك، وسمحوا لنا ونزلنا باسم مش كوات، سمونا إياه بكندا فيتاب. شو معناته فيتاب؟ فيتاب معناته very important technology against bacteria. هيدي البكتيريا اللي بتقتل هالبرودكت، هيدا ما له ريحة، ما له طعمة، ما له لون. بعقم الخضرة، بعقم الدجاج، بعقم كل أصناف الخضرة، ويستعمل بالخزانات المي. بتستعملي بين 30 من بين 10 و 50 ملي، بتستعملي هالكمية ب 2000 لتر مي، بتعقمي خزانك المي وتيقتل البكتيريا اللي بالمي. هالبكتيريا المي عندنا شهادات فيها من مختبرات الجامعة اللبنانية. نعم. وهالمختبرات الجامعة اللبنانية سمحوا لنا نستعملها ونبيعها، وزارة الصحة ووزارة الصناعة يعني ممنونتنا بهالفكره اللي عملناها. مسيو جوزيف، قد ايه مهم انه العائله تعيش حياه سليمه، يكون كل شيء معقم، كل شيء نظيف؟ نحن قلنا الاهم شو بيفوت على جسم الانسان والمحيط يلي عايش فيه. مزبوط. وانتم مأمنين كل هالامور كمحيط، بدكم تقعدوا لنا بمحيط نظيف، تنظفوا لنا الخضره والفواكه، ننظف اللحوم، يعني عائله عائله كبيره ومتشعبه، اسم الله، كيف ملحقين على كل شيء؟ والله نشكر الله، نحن يعني 35 سنة بالسوق، صار عنا اسم. نعم. وأمرات زبونات بيتلفنوا لنا، بياخذوا منا نصيحة شو بدنا نستعمل، كيف طريقة الاستعمال. عنا ديبارتمنت بالشركة بس يساعد ويعطي نصايح ووعظات مهمة للمستهلك. بدي أورجيكم كيف البرودكت تبعنا بيشتغل. هذا البرودكت عبيناه بين 10 و 50 ملي. نعم، نحن هون جايبين خسة ومحطوط بهيدا الخسه شويه مي. هلا مسيو جوزيف بده يخبرنا كيف ممكن نعقمها. هاي الكميه بتنزل، هيدي هي. خلينا نرجع نقول لهم، يعني هون في شو بيسموه؟ هاي دوزنج سيستم. ايه دوزنج، هيدا اسمه دوزنج سيستم. هالشركه الام سمحت لنا نعمله، منعبي القنينه. هلا بنرجع بنعبيها عن جديد، وبتعبي قد الدوز بس، بتعبي الدوزاج اللي بدك اياها، بترجع بتفتحيها عن جديد وبتنزل الكميه اللي حطيتيها. والحلو انه بتنزل الكميه بدون ما ينزل اكثر، يعني هيك ما بينزل اكثر ولا اكثر بنقطه، يعني هيك ولا اكثر بنقطه. طيب هلا حطيناها وحطينا المي، قد ايه لازم الوقت تضل مثلا؟ حطينا الخسه وحطينا المي وفرفشناها ودخلت البضاعه الكيميكال فيها. نعم. والتعقيم. نعم.
الديستانس تقريبا 3 ارباع دقيقه وببلش يطلع المن وبتشوف البكتيريا والبرغت اللي عم بيطلع منها. وهيدا اللي بيساعد المستهلك يكون عنده نوع من الخضره نظيفه. يعني الايكولي عم بيبكوا العالم انه عنده مشاكل ايكولي عشان المي وسخه وهيدا هيدا بيعقم لك المي بيعقم لك كل شيء. وبنرجع بنغسلها بمي ما بتعوز تغسلي ابدا ابدا. بتقيم الخسه بتقصيها. صحه وهنا صحة وهنا. تكليها مش ضروري تنطفي بالمي. يعني ليكو هالطريقة شو سهلة وشو سريعة. بدي ورجيكم بس تعقمو. المن كيف طلع هلا بين المن. مزبوط. نحن عم نشوف المن اوف طلع منها اشياء كثيرة. شفتي؟ بهالوقت القصير كثير. اوف. طيب انا وهلا موسم المن. هلا هالاربع خمس اشهر موسم المن. وكل شيء له شيء، يعني تعقيم الخضره له وقت معاد معين، تعقيم اللحوم له وقت معين، في يعني معروفه بالنسبه للخضره للقصه الوقت دقيقه ماكسيموم دقيقه ونص، بالنسبه للبقدونس من النعنع بالنسبه للبقدونس والنعنع بنعمل كمان زيت الشيء، بنحط البقدونس والنعنع والكزبره وهالاشياء بنحط بدل ما نحط 50 ملي بنحط 30 ملي. 30 ملي ونص دقيقه ماكسيموم نص دقيقه بنظف لك البكتيريا كلها اللي موجوده بهالخسه بهالنعنع والبقدونس. يعني ما هلا يعني قديش عم نحكي عن التلوث، قديش عم نحكي عن انه التلوث اكلنا بكل الاصعده ان كان بالهواء وبتراب يعني هيدا حل سحري خلينا نسميه لكل ست عصرية بهمة تهتم ببيتها وبأولادها وبصحتهم وبزوجها. بدي أسألك سؤال معلش. تفضلي. يعني لأصحاب الدخل المتوسط، هلا أكيد كل أصدقائنا المشاهدين اللي عم بيتابعونا بدهم يقولوا هالشغلة كتير حلوة واللي عم بيقدم لنا إياه مسيو جوزيف كتير شيء مهم، بس بدنا نعرف لأصحاب الدخل المحدود هل في بيكون بمتناولهم؟ مدام سحر الأمنية تبعت شركة اللايف تنزل أصناف لكل مستوى العالم. نحن ما فينا ننزل بدنا نبيع العالم اللي عايز هالدواء هالعيال هالمناطق هاللي عند بتوصل عنده مي وسخة بدهم يعقموا بدهم يفتحوا هالأنينة ويقيموا منها 50 ملي ويعقموا خزان 2000 لتر يقتلوا بكتيريا المي. هيدا البرودكت كتير مهم لإلهم منه غالي ولا ممكن أرخص شو بدي أقول لك يعني كتير رخيص سعره بمتناول الجميع وعن جد. نعم. أنا بس قال لي مسيو جوزيف تفاجأت من السعر قلت له عن جد عم تحكي قال لي والله هيك سعره يعني سعر بمتناول الجميع فيكن تحطوه ببيوتكن فيكن تحموا في حياتكن لأنه شيء كتير مضمون بيعمل ريحة من بعد ما الواحد يعقم فيه أو يغسل ما له ريحة ما له طعمة ما له لون بتفتح الأنينة بتنزل الكمية اللي بدك إياها هيدي ها عقمت ايدي هلا هو زيت الدواء موجود عندنا بغير امبلاج نعم هيدا عائلة فيتاب عائلة فيتاب خليني انا ساعدك تفضلي فينا نشوف قد ايه هالعائلة كبيرة وقد ايه ما نسيت شيء لتقدمكم الافضل والمميز دايما من خلال برودويات رح يكونوا كثير مهمين بالسوق وفعلا مثل ما عم بخبرني مسيو جوزيف ما عم بيلحقوا فانتم كمان لحقوا حالكم وكونوا كثار وشوفوا هالبرودوي قد ايه مهم وقد ايه بيوفر عليكم الكثير الكثير وقد ايه بيعقم لكم وقد ايه سعره متداول. في عندكم شهادات من الجامعة اللبنانية وهيدي شغلة كثير مهمة شهادات من الجامعة اللبنانية فينا نشوفهم لو سمحت مدام سحر هيدا تسمحي لي توجيهم تفضل هدول الشهادات اللي عنا اياهم تحبي تشوفيهم ايه اكيد تفرجينا على الكاميرا يعني كل شيء مضمون كل شيء مدروس كل شيء بمحله قد ايه الواحد بيكون مرتاح لما بيكون عارف شو عم يشتري مزبوط لان في مصرياته شمال ويمين وما يكون عم بيجيب الشيء المناسب مزبوط عم تحكي طبعا نحن عم نشوف الشهاده عم نفرجيها هدول ثلاث شهادات عنا اياهم وحده للايكولي نعم وحده للبسودوموناس لتعقيم المي هيدي شهاده فيها شهادة لكم عقموا المي ب 50 ملي 2000 لتر مي هيدي الشهادة تبعيتها بسودوموناس والايكولي بسودوموناس والستافيلوكوكس اللي بيقتل البكتيريا كلها نحن عم نفرجيهم كل الشهادات
خلوني يشوفوا ياخذوا بعين الاعتبار هذا الموضوع، لانه في برودويات كثيره بالسوق بتغشكم وما بتكون لا مضمونه ولا عندها شهادات. فمثل ما عم بتشوفوا كل شيء مضمون، كل شيء بشهاده، كل شيء مؤتمن عليه، واهم شيء انتم بهمكم صحه المواطن. يعني مثل ما حكينا انا وياك تحت الهواء، الهدف الاساسي الحفاظ على صحه جيده. نحن شركتنا اسمها رفيق البيئه لحياه افضل. نعم، هيدا السلوغون تبعنا، هيدا اللي نحن لما نحكي مع العالم نقول لهم نحن عنا، نحن شركاء رفيق البيئة لحياة أفضل، العالم تعيش أحسن بأمان وبنظافة وبتعقيم. هيدا الدواء اللي عم بوريك إياه مدام من سحر سحر هيدا الفيتاب سيرفيسز، هيدا الفيتا سيرفيسز بتستعمليه بالبيت لتعقمي الفرش البيت، لتعقمي البرادات، لتعقمي الطاولات الأكل من البكتيريا، وبيمنع فيه مادة بقلبه بيمنع الدبان يوصل على البيت على الطاولات. يعني بس يرترش المدام على الطاولات ببطل فوت الدبان، معاش يجي الدبان، بيمنع الدبان وبلا ريحة، ما له ريحة، ما له شيء. واو، كتير مهم. وأكيد مكتوب على كل عبوة كيفية الاستعمال وقد الكمية ولشو كيف لازم تستعملوه. يعني وهيدا الدواء تسمحي لي، هيدا الدواء ال 500 ملي، هيدا لتعقيم الإيدين. بتكون قاعد بمكتب مدارس، عنا عدة مدارس بياخدوا من عنا هالكميات، يعني الأدوية لعقموا طاولات التلاميذ، لعقموا الإيدين المعلمين. ما بتتصور العالم اليوم، الانسان بتسلمي على واحد اجت بكتيريا على ايديك، مشيتي على الطريق في بكتيريا، هيدا الله، هيدا بينظف وبيعقم الايدين. كثير مهم الفيتاب. طيب مسيو جوزيف، اذا بدي اقول لك شو يلي بيميز شركتكم عن غيرها من الشركات يلي بتتعاطى بنفس الموضوع، شو بيكون جوابك؟ جوابنا نحن اول شيء ما له ريحه، ما له طعمه، ما له لون. نعم، كل هالاصناف هي ذاتها موجوده بكل عبوات هدول، وميزتهم انه كميه قليله لتنظفي بيتك، كميه قليله، يعني الخضره، الفواكه، البقدونس، النعناع، التفاح، التفاح مرشوش بدك بدك تحطيه بمي وتعقميه تقيم الرش المبيدات تبعون التفاح. ما واحد بده ياكل عم بياكل مبيدات. شغله كثير مهمه، خاصة سالمونيلا كمان هلا كثير عم يحكوا سالمونيلا، كثير عم ينحكى فيها كمان، وعندنا شهادات فيهم هدول، يعني مش انه عم نحكي هيك حكي سالون، عندنا مش مختبرات الجامعة اللبنانية اخذين شهاداتنا نحن اول ما بلشنا فيهم 2013 ولهلا عم نشتغل وبنجددهم كل 3 سنين، مجبورين نجددهم كل 3 سنين تا نعمل إعادة تأهيل لأصنافنا للمطلوب منا هل لازم يصير. نعم مسيو جوزيف، المنافسة كتير حلوة وكتير مهمة، خاصة إذا كانت منافسة شريفة. اليوم أنتم من خلال هالبرودوي قد ايه عم بتقدموا للسوق منافسة بمحلة، وعن جد عم بتنافسوا مثل ما بيقولوا ولكن بشرف، يعني عارفين شو حاطين، عارفين برودوياتكم لوين بدها توصل، مؤتمنين أنتم بالنسبة للآخرين ومؤتمنين على حالكم، لأن هلا قد ايه غسلت الخسة وأكلت منها ديريكت، يعني لو ما كنت متأكد 100% من هالبرودوي ما كنت قمت بالأمر. قد ايه هذا الشيء بيعطيكم إذا بدك ثقة بينكم وبين المتلقي؟ نحن هلا يعني بنحس حالنا احسن من غيرنا، مش احسن من غيرنا، عم تيجي شركات بتوزع ادويه للفرماشيات، عم بيجي يقولوا لنا اعطونا التوزيع تنوزع الدواء عشان ما حدا بيعرفه. يعني ما فيك تلقط السوق كله، والعالم في عالم المستشفيات، عالم الفرماشيات، عالم السوبر ماركت، الدكانجيه، تجار الجمله، هدول كلهم عايزينهم، العالم كلهم عايزينهم من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. نعم، كل اللي عم بياخذوا من هيدي البضاعه بالتحديد مسيو جوزيف عم بيكونوا مبسوطين وممنونين وعم بيرجعوا يعيدوا الكره، لان في فرق كثير بين انه واحد يشتري البرودوي وبطل يشتري، خلص جربته ما عجبني، وفي فرق بين انه يشتري ويضل يطلبه. عم بتقلي ما عم بتلحقوا بالاسواق، هيدا السر شو؟ سر سعره. في سعر كمان بالدق، بيجي الانسان بيقول لك بيجي زبون بيقول لك قد ايه سعره؟ بتطلع هيك اعطيني قنينه، برجع بيروح بيمشي مترين بقول له اعطوني قنينه تاني، عشان هالسعر ارخص من علبه الكونسيرف. نعم ارخص من علبه الكونسيرف. يعني اذا بدك تطلع بكاميرتك وتقول لكل اصدقائنا المشاهدين يلي عم بيشاهدونا ليش بدهم يشتروا هيدا البرودوي بالتحديد، شو بتقول لهم وعلى شو هيك بتنيشن مثل ما بيقولوا وشو بتنصحهم؟ 3 اشياء، نحن رفيق البيئه لحياه افضل،
أصنافنا تيجي من كندا وعنا ثقة فيها وعنا شهادات فيها، أسعار رخيصة، وأي أي شيء بتعزوه نحن مستعدين نوقف حدكم ونعطيكم نصايح. نحن هيدا شركتنا، شركة اللايف. سي جوزيف، رح يكونوا متواجدين بكافة السوبر ماركت بلبنان أو بالسوبر ماركت الكبيرة، أو يعني وين أماكن تواجدهم؟ لأنه هلأ أكيد كتار من اللي عم بيتابعونا عجبتهم الفكرة وعم بيقولوا لي التليفون ما عم بيوقف، فعجبتهم الفكرة أكيد رح يتصلوا فيكم، أكيد رح يتابعوكم أنتوا وين، فوين مراكز توزيع؟ نحن بمراكز توزيعنا بكل السوبر ماركت الكبيرة. فينو حط أسامي؟ فينا نحط أسامي يا تراس؟ لناخذ الاوكي. يلا يلا منقول اوكي. كارفور كل الفروع تبعولهم. نعم. فهد فهد سوبر ماركت عندنا بكل السوبر ماركت كل المحلات، يعني شو بدي اسمي لك، يعني لوائح طويله. نعم. عريضه. سوبر ماركت الكبيره مسيو جوزيف، الديوان الديوان السوبر ماركت كمان. نعم. زبون قوي ومهم. يعني نحن بدنا نقلكم يعطيكم ألف عافية على هيدا البرودوي يلي كتير مهم وعلى قدر من الأهمية. بننصح كل ستات البيت بليز جربوه، لأنه التجربة خير برهان. فينا نحكي من هلأ لبكرة وما تتأثروا فينا، ولكن جربوه، لأن التجربة بتخليكم تعيدوا الكرة 100 مرة، لأنه هيدا البرودوي مدروس ومضمون وفي شهادات وبجنن وبمحله، بعقملكم كل شيء، بعقملكم حياتكم لحياة أفضل. مسيو جوزيف منصور، صاحب شركة لايف، الشركة اللبنانية الاستثمارية للبيئة، أنا بدي أشكر وجودك الصباحي معنا. مرسي مرسي على استضافتك، وأنا ممنونكم، وشكرا على كل المعلومات، وشكرا أنه عرفتنا على هذا البرودوي الجديد يلي بدنا نبلش ناخده تباعا من كل أسواقنا اللبنانية. شكرا، أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية، مرسي كتير. يا هلا أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين رحلة يومنا الجديد، هلأ منروح لنأخذ بريك سريع، وبيرجع إلي بينضم لرفقتكم، ما تروحوا لبعيد.